ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قال أفي بيركوفيتش مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سعيد بقرب افتتاح القنصلية الأمريكية بمدينة الداخل المغربية. ونشر المساعد الخاص لترامب والمبعوث الخاص لشؤون المفاوضات الدولية تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر يعبر فيها عن سعادته بقرب افتتاح مكتب القنصلية الأمريكية بمدينة الداخل قريبا جدا. وأضاف بيركوفيتش بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب أصبحت أقوى بعد الزيارة التاريخية للوفد الأمريكي الإسرائيلي. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.